الاهلي. خلينا نطلع نشوف فقره صنع في الاهلي. معانا النهارده هيكون لاعبه من طراز خاص تالقت في ملاعب كره اليد الاهلاويه، امينه عاطف نجمه النادي الاهلي لكره اليد. بدات من مدرسه كره اليد بالنادي الاهلي حتى الوصول للفريق الاول بعد مستوى كبير خلال هذه الفتره، وهي اصغر لاعبه لعبت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، وايضا كابتن منتخب مصر. حققت العديد من البطولات مع النادي الاهلي قبل ما تخطف عيون وقلب كابتن احمد الجرحي المدرب العام لفريق كره السله، ويتجمعوا على حب الاهلي ويكونوا عش اهلاوي جديد. يعني كابتن امينه عاطف نجمه النادي الاهلي لكره اليد في صنع في الاهلي. نطلع نشوف كابتن امينه عاطف ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. أنا بدأت في النادي وأنا عندي 5 سنين، قضيت كل المراحل في بمر بيها يعني في الهاندبول لحد ما وصلت للدرجه الاولى. انا كنت بلعب الاول دايفنج في النادي برضو، وبعدين لعبت العاب قوه، وبعد كده لعبت هاندبول، خدوني عشان كنت شوله فبس بقى، وبعدين حبيت الهاندبول بقى وسبت العاب التانيه. حققت الدوري كتير طبعا ما يتعدش، حققت تالت افريقيا، دي اهم بطوله اخدتها في حياتي. ما اخدتهاش بس بالنسبه لنا ان احنا حاجه كانت اول مره تحصل، بس فدي حاجه بالنسبه لي لحد دلوقتي دي احلى حاجه اخدتها. اكتر حد كان بيدعمني طبعا مامتي وبابايا، لان انا اصلا في الاول ما كنتش بحب اللعبه، وهم اللي قالوا لي لا انت هتبقي كويسه فيها، انت لازم تبقي حاجه، لحد بقى ما الحمد لله ربنا وفقني في اللعبه. النادي الاهلي اتربينا ان احنا دايما نبقى مركز اول، مركز تاني ده يعني خساره، دي اهم حاجه عامه في اللي اتعلمتها، ومن احلى الحاجات اللي انا اتربيت عليها هنا في النادي. بشكرهم جدا، هما بجد بيخلوا الماتش ليه طعم وروح وشكل تاني، هو اهم حاجه يعني، والماتش بيبقى غير من غيرهم بصراحه، الموضوع بيبقى ممل شويه. ان احنا نوعدهم ان احنا نعمل اقصى حاجه عندنا، ان احنا نحاول ان احنا دايما نبقى ناخد كل البطولات، ونوعدهم ان شاء الله ان احنا رايحين بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 9 ده، فان شاء الله نوعدهم ان احنا نعمل مركز احسن من اللي احنا كنا فيه. أمينة عاطف نجمة النادي الأهلي لكرة اليد. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد الفاصل قضية اليوم. قضية اليوم هتبقى المدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة. زي ما حضراتكم تعودتوا مننا دايما كل يوم اثنين بيكون عندنا قضية، هنفضل مكملين في هذا الأمر، وإن شاء الله هنحط لحضراتكم إيه القضية اللي عايزيننا نتكلم عنها يوم الاثنين اللي جاي، إيه القضية اللي حضراتكم عايزيننا نتكلم عنها يوم الاثنين اللي جاي. أهم حاجة جمهور الأهلي يقول لنا إيه القضية علشان نقدر نتكلم فيها ونقدر نحضر لها، ويبقوا دايما جمهور الأهلي معانا في جزء كبير منها خلال بداية إن شاء الله من الاثنين القادم. النهاردة المدرب المصري ما بين الإقالة والاستقالة، هيكون معايا ضيوفنا ونجومنا الكبار كابتن محمد حشيش، كابتن الأستاذ عصام شلتوت، ثم كابتن عبد الناصر محمد، ثم أيضا الأستاذ محمد أبو علي في ضيافة البيت الكبير. هنشوف هذا التقرير عن أهم الأخبار المحلية والعالمية، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا والمدرب المصري
ما بين الإقالة والاستقالة في قضية البيت الكبير.